السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير ورمضان عليكم يتبارك. كلنا نحب البيك والله يبارك له، شيء جميل صراحة أنه فتح الدماء. لكن يا جماعة اللي قاعد يصير أن الساعة راح تغلق، نشوف الطوابير على فكرة المطعم لن يفتح إلا الساعة 3، يفتح ساعتين ويقفل مرة ثانية من 3 إلى 5. الساعة 1:30 الآن وعز الظهيرة والشباب صافين، ورجل المرور أو الأمن الدولية قدام الجميع. الله المستعان، الله لا يجعل الدنيا أكبر هم. والمسار يا أخوان ينعطف على اليسار، زين. أنا وقفت يا أخوان لأن الدوار الآن بكمل. انعطف المسار من عند النخيل مول، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الشارع نهاية النخيل مول، وينعطف مرة ثانية المسار حتى يرجع إلى شارع أبو بكر الصديق. والله منظر يحتاج المراجعة. هذه همتنا في رمضان، شيء جميل انك تاكل شيء طيب والرجل الله يبارك له، لكن يا جماعة مش منطق، مش منطق. ينعطف المسار مرة أخرى، أنا ذهلت لما سمعت الكلام والآن رأيته بعيني. ينعطف المسار مرة ثالثة ويرجع باتجاه إلى شارع أبو بكر الصديق. لازلنا في مسار طابور البيك يا جماعة. خلي الوضع الساعة 1 ظهرا، أنا متأكد أن بعض هذول جاء الصباح، حتى العامل البنغالي أو الباولات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله بخير ورمضان عليكم يتبارك. كلنا نحب البيك والله يبارك له، شيء جميل صراحة أنه فتح الدماء. لكن يا جماعة اللي قاعد يصير ان الساعة راح تغلق، نشوف الطوابير 1:30، نشوف الطوابير. على فكرة المطعم لن يفتح الساعة 3، يفتح ساعتين ويقفل مرة ثانية من 3 إلى 5. الساعة 1:30 الآن وعز الظهيرة والشباب صافين، ورجل المرور أو الأمن الدولية قدام الجميع. الله المستعان، الله لا يجعل الدنيا أكبر هم. والمسار يا أخوان ينعطف على اليسار، زين. أنا وقفت يا أخوان لأن الدوار الآن بكمل. انعطف المسار من عند النخيل مول، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الشارع نهاية النخيل مول، وينعطف مرة ثانية المسار حتى يرجع إلى شارع أبو بكر الصديق. والله منظر يحتاج المراجعة. هذه همتنا في رمضان، شيء جميل انك تاكل شيء طيب والرجل الله يبارك له، لكن يا جماعة مش منطق، مش منطق. ينعطف المسار مرة أخرى، أنا ذهلت لما سمعت الكلام والآن رأيته بعيني. ينعطف المسار مرة ثالثة ويرجع باتجاه إلى شارع أبو بكر الصديق. لازلنا في مسار طابور البيك يا جماعة. خلي الوضع الساعة 1 ظهرا، أنا متأكد أن بعض هذول جاء الصباح، حتى العامل البنغالي أو الباولات.